بما أنه ريال مدريد أكثر نادي بالعالم بلاعبين مصابين حاليا، أكثر من 8 لاعبين مصابين من التشكيلة الأساسية، فمقطع اليوم كل هدف راح يدخل بمرمانا راح ينصاب لاعب من فريقنا. عندنا هنا عجلة بها جميع لاعبي ريال مدريد المهمين، راح نلف العجلة بعد كل هدف يدخل بمرمانا. مثلا طلع عندنا كامافينجا، راح نجي مباشرة للعجلة الثانية لتحدد عندنا مدة الإصابة. كم إصابة كامافينجا راح تكون مثلا؟ هذه يا شباب 7 شهور طلع عندنا، ممكن يطلع لنا أسبوع واحد بس. فلو طلع لنا إصابة اللاعب مثلا 7 شهور مباشرة، راح يغيب من شهر 8 حتى شهر 3 من السنة اللي بعدها. راح نلعب موسم كامل بريال مدريد، وراح نشوف هل راح نستطيع نجيب دوري ابطال اوروبا. بس قبل ما نبتدي اتمنى منك عزيزي المتابع تحط لايك وتشترك بالقناة اذا انت جديد على القناة، الاشتراك جدا مهم ومشاهدة ممتعة. خلينا ننطلق بمقطعنا الخرافي. طبعا يا شباب مثل ما تشوفون عندنا تاريخ اليوم 12 اغسطس 2023 مباراة اتلتيك بالباو. يلا مباشرة بسم الله دخلنا لمباراتنا الاولى، واهم شيء انه ما يدخل هدف بمرمانا حتى لا ينصاب لاعب يعني اكيد. يلا فيني فيني يا الحارس، الله عليك، يلا هي له العارضة. دير بالكم شباب مو من المباراة الأولى ينصاب لاعب، أرجوكم لا يدخل هدف، لا يدخل هدف يا رجل. حلوة يا كورتوا يا وحش، حلوة. يلا يا فيدي هدفنا الأول، هدفنا الأول يا فالفيردي. يا عمري يا عمري يا عمري يا سلام. لا لا ويليامز اخترق. تعالوا خلينا نشوف منو اللاعب اللي راح ينصاب بسبب هدف. اوكي فران غارسيا، يا رب اصابته ما تطول. يلا بسم الله نشوف مدة الإصابة كم راح تكون عندنا. 4 شهور يا الله. شباب دير بالكم لا يجي هدف ثاني. لا ويليامز جاي يسوي هدفين سجلوا علينا، راحت من عندنا 3 نقاط، ممكن راح يصاب من عندنا لاعبين هذه المرة. كامافينجا يا يلا نشوف مدة الإصابة، يا رب مو طويلة يا رب مو طويلة يا رب مو طويلة. 1 أسبوع 1 أسبوع بس. حلو حلو، خلصت المباراة الأولى للأسف خسرنا 3 نقاط. فران غارسيا تعال انزل هنا، خلاص اللاعب مصاب، وكامافينجا بعد عندنا مصاب، خلي سيبايوس هو اللي يصعد. مباراتنا الثانية ضد الميريا يوم 19 أغسطس، معناته يا شباب رجع كامافينجا عندنا من الإصابة، ممتاز ما طولت إصابة. فزنا على الميريا 3-0، وفزنا بعدها على سيلتا فيجو بعد 3-0، وبعد 3-0 على خيتافي، بعدها 2-0 على ريال سوسيداد. وصلنا 19/9 من سنة 2023 وعندنا مباراة ضد اونين برلين بدوري ابطال اوروبا، هذه مباراة الافتتاح. حلوة يا بيلي يا بيلينغهام. حلوة. حلوة حلوة، الله 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 يا سلام. يلا 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 الثاني. تونيو يا ولد يا توني كروز. خلصت المباراة، فزنا بعد 3-0 بدون إصابات طلعنا الحمد لله. يوم 23 من شهر 9 عندنا مباراة ديربي ضد أتلتيكو مدريد، احنا بالمركز الثاني عندنا 12 نقطة من 5 مباريات. حلوة فيني فيني، لا لا يا فينيسيوس والله الكرة ما تضيع. حلوة يلا يا لا يا فيني، لا كان ممكن الهدف الأول. حلوة يا عمري يا عمري يا عمري على التمريرة من البداية وعلى الانهاء الخرافي من جود بيلينغهام. حلوة انتهت المباراة ب3 نقاط، طلعنا من كلين شيت، فزنا على لاس بلماس لكن للأسف تلقينا هدف، الهدف هذا راح يكلفنا لاعب مصاب. دخل مرمانا جول ناتشو، لا 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 يلا يلا يا شباب لاعب اصلا احتياطي خليه يروح يا رب. حلوة اسبوعين بس راح يغيب عنا ناتشو. طبعا الإصابة كانت يوم 27 من شهر 9، تاريخ العودة 11/10، فزنا على جيرونا 2-0. يوم 4 اكتوبر عندنا مباراة ضد نابولي دوري ابطال اوروبا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ميندي والهدف الرهيب. شو شو شوف الاستلام مباشرة بالقدم اليسار اكيد بوم بالقائم ودخلت للشباك. لا 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 هدف دخل بمرمانا. تعالوا نشوف اللاعب اللي راح ينصاب، يا رب ما يكون لاعب مهم. وعدنا ابراهيم دياز، يا رب ما تكون طويله. 7 شهور خلاص انتهى موسمه لحد شهر 5، يلا راح يرجع. بس نقول الحمد لله انه ما راح من عندنا لاعب مهم جدا بالتشكيله. المشكله انا منزله اساسي اصلا يا شباب، فتعال اطلع لانك تعرضت للاصابه ببساطه. لوكا مودريتش راح ينزل عندنا. يلا لا يا القائم، دي شوت شوت يا رجل شوت، هي سلكت سلكت بس ما يخالف يا شباب خلينا نفوز بهذه المباراة. حلوة روح رودريجو رودريجو رودريجو،
والله الله 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 يلا هات لي 3 نقاط هات. فزنا على نابولي اخيرا، فزنا على اوساسونا 3-0. مثل ما تشوفون يوم 11/10 عندنا ناتشو يرجع من الاصابه، وحرفيا احنا يوم 13/10 فناتشو رسميا رجع من الاصابه، وفزنا على اشبيليا بعد 3-0، وبدوري ابطال اوروبا 4-0 على سبورتنج براغا. 28 اكتوبر 2023 عندنا اول كلاسيكو ضد برشلونه، والترتيب حاليا متعادلين بالنقاط، احنا فارق الاهداف بس، وعندنا لاعبين مصابين لا تنسوا. بهذه المباراه والله ودي اردا جولر يشارك. يلا يا سلام يا سلام رودريجو الهدف الاول، حلوه يلا 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 رودريجو الى الفيني الفيني، يا سلام يا سلام على هذه الثنائيه، تمريره فالفيردي كانت من البدايه خرافيه. اوقف 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 قبل ان نكمل الفيديو، اكثر من 70% من المتابعين ما مشتركين بالقناه، اتمنى اذا ما مشترك تشترك صديقي، اضغط على الاشتراك. ضغطت اوكي حط لايك، لايك مهم جدا حتى نستمر، ومشاهده وانت اكمل الفيديو. يلا رودريجو الثالث الثالث يا رجل، رهيب رهيب رهيب. والله انتهت مباراه برشلونه 3-0 من دون اي اصابه، ممتاز. فزنا 3-1 على رايو فايكانو، الخبر الحزين انه دخل جول يا شباب، يعني ما يكون لاعب من الاساسيين. والله لوكاس فاسكيز، وثلاث اسابيع يا شباب راح يغيب علينا فاسكيز، فنصاب فاسكيز يوم 3 من شهر نوفمبر، راح نحسب 21 يوم من يوم 3 الى يوم 24 هو اليوم 21، فهنا راح يرجع عندنا لوكاس فاسكيز بمباراه قادش. فزنا على سبورتنج يوم 7-2-1، فراح يصاب من عندنا لاعب بسبب انه تلقينا هدف بدوري ابطال اوروبا. لا هذه إصابة قوية، يا رب ما تطول. طيب كم راح تكون مدة إصابة دافيد ألابا؟ 4 شهور. لا لا لا، تعرض للإصابة يوم 7 نوفمبر، يوم 7 من شهر مارس، من شهر 3 راح يرجع عندنا دافيد ألابا من الإصابة. دافيد ألابا راح يطلع من التشكيلة الأساسية، وراح يكون عندنا روديجر هو بالتشكيلة الأساسية. ناتشو الحمد لله رجع من الإصابة فراح يكون احتياطي. حاليا اللاعبين اللي عندنا مصابين فاسكيز، ألابا، فران غارسيا، وابراهيم دياز، ذول 4 لاعبين مصابين عندنا بريال مدريد. فزنا 2-0 على فالنسيا، ما عندنا مباراة لحد يوم 24، اليوم اللي راح يرجع به لوكاس فاسكيز، ورسميا لوكاس فاسكيز يرجع من الإصابة. فزنا 3-1 على قادش، راح ينصاب لاعب، منو راح يكون عندنا؟ لا فيدي فالفيردي، الله يستر يا رب الإصابة ما تكون طويلة. 1 شهر، أوكي حلوة لا بأس 1 شهر، راح يرجع يوم 12 يا شباب مثل ما تشوفون فران غارسيا من الإصابة، ويوم 24/12 راح يرجع عندنا فالفيردي من الإصابة. فزنا على نابولي 3-0، عادلنا 0-0 ضد غرناطة. فزنا 3-0 على ريال بيتيس، وصلنا اليوم 12/12 وهذا اليوم راح يرجع به فران غارسيا من الإصابة مثل ما تشوفون. فزنا على أونيون برلين لكن للأسف سجلوا علينا جول، وعدنا كامافينجا من جديد، كل شوية كامافينجا، إن شاء الله أسبوعين الحمد لله الإصابة ما طويلة يا شباب. طبعا كامافينجا انصاب يوم 12، أسبوعين يعني 14 يوم يا شباب، معناته راح يرجع يوم 26 مثل ما تشوفون، وعدنا يوم 24 مثل ما تشوفون راح يكون عندنا متواجد فالفيردي. عادلنا 0-0 ضد فياريال. فزنا 4-1 على ألافيش، وراح يتعرض لاعب للإصابة، تعيس الحظ اللي راح يتعرض للإصابة. لا الله يستر، هنا الصدمة يا شباب. فلفنا العجلة ونقول بسم الله، والإصابة راح تطول، أوف شهرين راح يغيب عن الملاعب. ففينيسيوس انصاب يوم 20 من شهر 12، معناته العودة راح تكون يوم 20 من شهر الثاني. وصلنا اليوم 29 من شهر 12، يوم 24 رجع عندنا فالفيردو، يوم 26 رجع عندنا كامافينجا. طبعا تشكيلتنا حاليا بهذا الشكل من دون يا شباب فينيسيوس جونيور وألابا وابراهيم دياز المصابين. طبعا صدرنا مجموعتنا بالعلامة كاملة بدوري ابطال اوروبا، دخل مرمانا 3 اهداف بس بالابطال. مباراتنا راح تكون بدور ال 16 ضد لينس، جيد والله. فزنا 4-0 على مايوركا، فزنا 3-0 على جيرونا، فزنا على اتلتيكو مدريد 2-0 بنصف نهائي السوبر. يوم 24 من شهر الواحد عندنا مباراة ضد برشلونة نهائي السوبر. طبعا شباب كل المباريات جاي نلعبها على اصعب صعوبة وهي مطلق مثل ما تشوفون فوق. المشكلة مهاجمين ما عندنا يا شباب، خوسيلو لياقته منتهية خلاص، والله نزلت بيلينغهام يلعب سي اف، ناتشو بعد راح ينزل اساسي بسبب روديجر ما جاهز، بلشت الاصابات تاثر على فريقنا، الله يستر. برشلونه يردون ينتقمون من عندنا، وممكن يستغلون الاصابات، غياب فيني وغياب ألابا، ممكن، خلينا نشوف ايش راح يصير بنهائي السوبر. حلوه ماكو اوف سايد، فيدي. فالفيردي يا عمري يا عمري يا عمري، جناح طياره صار فيدي فالفيردي. توني كروس هذه ما تضيعات خلاص، يعني مو كل شوي مضيع لي كره، هذه ما تضيع بالعارضة يا الله ضاعت. بلينغهام هذا جول ثاني، هذا جول ثاني، هذا جول ثاني يا بيلي، هذا جول ثاني يا بيلي، الله 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 الله. لا 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 لا، بيدري خطير، اقطع يا رجل اقطع. لا هدف عن طريق جافي بالدقيقة 88، راح ينصاب لاعب عندنا.
اوفو، طول شهر كامل بدون ايدر ميليتاو، وعندنا الابا بعد مصاب، ميليتاو نازل عندنا اساسي تعرض لاصابه، راح ينزل روديجر بداله. هي الله، خلاص انتهت المباراة، فزنا على برشلونة بالسوبر وحصلنا أول بطولة لنا هذا الموسم. شيل يا ناتشو شيل، رسميا أبطال السوبر. ميليتاو تعرض لإصابة مباراة برشلونة يوم 14 شهر 1، فراح يرجع يوم 14 من شهر 2 لأن إصابته لمدة شهر كامل. مثل ما تشوفون شباب، عندنا ناتشو وروديجير فقط بالدفاع، والباقي هذا الخط كله مصابين، فالله يستر شهر كامل بدون إيدر ميليتاو. فزنا 2-1 على خيتافي. المرة فران غارسيا هو اللي تعرض للإصابة، خط الدفاع راح ينتهي عندنا، فران غارسيا راح يغيب 4 شهور، والله إصابة طويلة يا شباب. فران غارسيا تعرض للإصابة مباراة ختافي يوم 17 من شهر 1، فراح يرجع يوم 17/5 مثل ما تشوفون. فران غارسيا يا شباب باقي جولتين على نهاية الدوري ويرجع، والله يا شباب ما بقى عندنا لاعبين، يعني شوفوا عندنا هذا اللاعب ممكن هو اللي راح يكون احتياطي بالال بي، تخيلوا طاقته 66، بلش فريقنا يضعف. فزنا 2-0 على الميريا، 2-1 على رايو فايكانو بالكأس. تعالوا نشوف من اللاعب اللي راح يتعرض عدنا للإصابة، أردا جولر. لا 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 لا، والإصابة راح تكون شهر كامل بعد، راح يغيب أردا جولر، تعرض للإصابة يوم 24 من شهر 1. فمثل ما تشوفون بشهر الثاني راح يكون عندنا يوم 14 راح يرجع عندنا إيدر ميليتاو، يوم 20 فينيسيوس جونيور، ويوم 24 راح يرجع عندنا أردا جولر. راح نستعيد 3 لاعبين بشهر الثاني إن شاء الله. فزنا 2-1 على لاس بالماس، الإصابات جاي تأثر وجاي نتلقى أهداف، دفاعنا جدا ضعيف، لاعب جديد راح يتعرض للإصابة، تعالوا نشوف منو راح يكون. كارفاخال 4 شهور تقريبا، موسم كارفاخال انتهى. كارفاخال تعرض للإصابة يوم 28 من شهر 1، فمثل ما تشوفون راح يرجع يوم 28/5. تعالوا شوفوا طاقات اللاعبين، ناتشو وروديجر المساكين يا شباب بعدهم بالدفاع، كارفاخال عندنا راح يطلع وراح ينزل مكانه فاسكيز. كارفاخال تعرض لإصابة قوية، فحرفيا عندنا مثل ما تشوفون 7 لاعبين مصابين يا شباب، 1 2 3 4 5 6 7 لاعبين ذول مصابين عندنا، التشكيلة تعبت بشكل رهيب. جود بلينغهام وصل للطاقة 90، ممتاز، حلو، فزنا 3-0 بالكأس، ممتاز، تعادلنا 1-1 ضد اتلتيكو مدريد، فلما يدخل جول اكيد اكو لاعب راح يتعرض لإصابة. لا لوكا مودريتش، يا رب الإصابة ما تطول، يا رب اسبوع، يا رب اسبوع. اوكي اختار لاعب رجع من الإصابة، الله الله الله، والله حلو، شكرا شكرا يا العجلة، يعني ما راح ينصاب عندنا لوكا مودريتش وراح نرجع لنا لاعب من الإصابة. تعالوا نشوف اللاعبين المصابين، هذول ال7 لاعبين هم المصابين يا شباب، لو يعني هو المفروض اختار فينيسيوس، لكن مثل ما تشوفون خط الدفاع عندي منتهي، يعني اقدر انا اخلي بيلينغهام مثلا يلعب سي اف، فاشوف انه اللي رجع يا شباب هو ايدر ميليتاو. لا ميليتاو يرجع بشهر الثاني، لا والله ما رجع يا شباب، اللاعب اللي راح يرجع اللي راح اختاره يرجع هو كارفاخال، لان حرفيا يرجع بشهر الخامس، فهو اللي راح نعالجه يا شباب ونرجعه من الاصابه، خلك اساسي، مهم جدا كارفاخال يكون متواجد عندنا. فمثل ما تشوفون احنا حاليا بشهر 2 يا شباب، راح يرجع عندنا يوم 14 ايدر ميليتاو، يوم 20 مثل ما تشوفون فينيسيوس دونيور، ويوم 24 راح يرجع عندنا اردا جولر. عندنا مباراتين قبل يوم 14، عندنا مباراه ضد جيرونا ومباراه نصف نهائي ضد اتلتيكو مدريد، نهائي الكوبا دري. تعالوا ندخل نلعب مباراه اتلتيكو مدريد رغم الاصابات، خلينا نشوف فريقنا كيف راح يكون ضد اتلتيكو مدريد نصف نهائي الكوبا دري. طبعا دخلتها بس يعني يا شباب دخليكم تشوفون الفريق قبل والله. تعال انت تعال تعال، جود بلينغهام هو اللي راح ينزل عندنا، والله سيبايوس خلينا، فاميني ممكن رجع قلب دفاع وننزل كامافينجا عندنا ما مصاب. حلو، حاليا التشكيله تعتبر يا شباب لا باس بيها يعني، لكن والله عندنا 6 لاعبين مصابين، راح يرجعون منهم 3 ان شاء الله عن قريب. اهم شيء بهذه المباراه انه ما نتلقى اهداف، خلاص كافي الاصابات، والله ورانا مباريات دور 16 دوري ابطال يا شباب، ورانا نهائي الكاس بعد. لا انطوان كريزمان، طبعا ذهاب واياب عندنا يا شباب، لا 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 لا، ركزوا لي ركزوا لي على الكرة، الله ستر الله ستر الله ستر، لا 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 لا، راح يصاب لاعب منو عندنا، توني كروس، الله يستر، شهرين راح يغيب عن الملاعب. شوفوا احنا اصلا ما منزلين توني كروس بالتشكيلة، فما راح ينزل بالشوط الثاني. لا
افا لاعب ثالث او رابع او عاشر راح يصيب، والله الاصابات كثرت على فريقنا. منو عندنا؟ خوسيلو قلب الهجوم، يا الله لا لا لا، اسبوعين كاملين راح يغيب علينا خوسيلو. 2-0 خسرنا وتعرضنا لاصابتين كروس وخوسيلو. مباراة اتلتيكو مدريد كانت يوم 7 من شهر 2، عندنا لاعبين انصابوا يا شباب، مثل ما تشوفون خوسيلو راح يرجع يوم 21، اما توني كروس راح يرجع يوم 7 من شهر 4، شهرين راح يغيب عن الملاعب. تعادلنا 0-0 ضد جيرونا، احنا حاليا 61 نقطة، فرق 3 نقاط على برشلونة، ونقدم الوقت رسميا يوم 14 من شهر 2 يا شباب، رجع عندنا ايدر ميليتاو من الإصابة، 8 لاعبين مثل ما تشوفون مصابين عندنا، فتعال ايدر ميليتاو الحمد لله على السلامة، تعال ارجع يا شيخ تعال ارجع، خلك أساسي وخلك هنا. الله هسه واحد شوية يتنفس. فزنا على لينس 3-0، مثل ما تشوفون احنا اليوم مباراتنا 18 من شهر 2 يا شباب، يوم 20 راح يرجع عندنا فينيسيوس، يوم 21 راح يرجع عندنا خوسيلو، ويوم 24 راح يرجع عندنا أردا جولر، يعني بعد هذه المباراة 3 لاعبين راح نستعيدهم من الإصابة، مباراة إشبيلية راح يكونون جاهزين. فزنا 2-0 على رايو فايكان، ورسميا وصلنا اليوم 24 من شهر 2، أول لاعب يرجع عندنا أكيد الفيني جونيور رجع من الإصابة رسميا، ثاني لاعب يرجع عندنا الخوسيلو وتعال خلك هنا احتياطي، وثالث لاعب رجع عندنا هو أردا جولر وتعال بعد خلك هنا، أردا جولر ينزل أساسي أكيد. فزنا 3-0 بالتشكيلة هذه على إشبيلية، وصلنا 28-2 مباراة الإياب ضد أتلتيكو مدريد، ولازم نفوز بهذه المباراة ونسوي الريمونتادا، بهذا الشكل راح تكون التشكيلة خارقة بإذن الله ونقدر نفوز بها. يلا بسم الله ما نريد نخسر المباراة هذه ونسوي الريمونتادا إن شاء الله يا شباب، أو حتى إذا 0-0 ما عندي مشكلة، أهم شيء ما نتلقى هدف، خلينا نخرج من هذه البطولة نركز على بطولة الأبطال، لأن عندنا مصابين والله واجد. كارفخال ادخل يلا. هي الله جود بيلينغهام الهدف الاول بالدقيقه 10. حلوه يلا لا يتقدم فيها تحول هجومي ممتاز. الله لا 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 العائد من الاصابه الفيني جونيور يعادل النتيجه. والله فريقنا قلت لكم يا شباب تغير فريق، التشكيله صارت رهيبه الصراحه من رجعوا اللاعبين المصابين. شوف فينيسيو جونيور بس هذه كره خرافيه. اوف انتهت المباراه نروح لشواط اضافيه. يلعب الى سيبايوس يلا اركن فيدي لو يا فالفيردي لا كادت والله كادت. راح نروح بلنتيات الحمد لله نطلعنا كلين شيت، ما راح يروح من عندنا اي لاعب ان شاء الله ما نخسر البلنتي. خوسيلو يا سلام حلو هنا 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 يا كورتو لو فينيسيوس بوم اوف شلون جابها الحارس يا رب اصدها يا سلام. يلا يا بيلي يا سلام عليك هنا يا عمري لا تضيعها يا حبيبي جول. خلاص كورتوا صد هذه فزنا تأهلنا للنهائي. هنا هنا صدقني هنا اي صدقني هنا يا سلام يا سلام فزنا وتأهلنا للمباراة النهائية من كأس إسبانيا. الفريق مولع فزنا 4-0 على فالنسيا. وصلنا الشهر 3 يا شباب، اليوم 5 من شهر 3 مباراة إياب دوري أبطال أوروبا، وهنا عندنا يوم 7 ألابا يرجع من الإصابة. فزنا 3-0 وتأهلنا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وصلنا يوم 11 مارس 11 من شهر 3، معناته يا شباب دافيد ألابا رجع عندنا من الإصابة، فتعال خله ينزل أساسي. والله التشكيلة حالا صارت يعني مقبولة. فزنا 2-0 على سيلتا فيجو، افا تعادلنا 1-1 ضد اوساسونا، واللاعب هو رودريجو، شهر كامل راح يغيب عن الملاعب رودريجو، اجت له الاصابه يوم 17 من شهر 3، فمثل ما تشوفون بشهر 4 راح يرجع لنا توني كروس، يوم 7 ويوم 17 راح يرجع لنا رودريجو، والاحظ انه مباراتنا بدوري الابطال راح تكون ضد برشلونه ربع النهائي، رودريجو راح يغيب عن الذهاب والاياب. فزنا 2-1 على اتلتيك بالباو، وعدنا لوكا مودريتش لاعب خط الوسط، مودريتش شهرين راح يغيب عن الملاعب. مودريتش تعرض للإصابة يوم 31 من شهر 3، فمثل ما تشوفون 3 لاعبين عندنا راح يرجعون بشهر 5، لكن مودريتش تقريبا ما راح يلحق، راح ينتهي الموسم يوم 31/5، يلا راح يرجع مودريتش. عندنا نهائي الكوبا دير ري يا شباب ضد أتلتيك بلباو يوم 6/4، 7/4 بعد المباراة مباشرة راح يرجع لنا توني كروس. فزنا 2-1 وفزنا بالكأس، لكن انصاب عندنا لاعب. لا تنسون عندنا مباراة بدوري أبطال أوروبا ضد برشلونة، فالله يستر منه راح يكون المصاب يا رب يا رب. اوك
كاي. لا تيبو كورتوا يا شباب هو اللي انصاب، راح يغيب عن مباراة برشلونة. تعالوا نشوف مدة الإصابة. يا رب يا رب يا رب يا رب ما تطول، يا رب ما تطول، يا رب ما تطول. حلوة، واحد أسبوع بس راح يغيب تيبو كورتوا. فمثل ما تشوفون غياب أسبوع، يوم 6 انصاب، يوم 13 ضد مايوركا راح يرجع، لكن راح يغيب عن مباراة الذهاب ضد برشلونة. كورتوا خارج الحسابات للأسف. من عندنا حارس احتياطي؟ عندنا لونيت. كيبا راح ينزل هو الأساسي، لكن الخبر حلو توني كروس رجع من الإصابة رسمية، فخليه ينزل أساسي ما يمنع. فذول اللاعبين اللي عندنا مصابين، كورتوا راح يرجع، رودريجو راح يرجع، لكن ثلاث لاعبين عندنا راح يبقون لحد شهر 5. بس ما عليكم يا شباب، ترى تشكيلتنا قوية جدا، ممكن ألابا بعد ينزل بهذه المباراة ضد برشلونة. يلا بداية مباراة جديدة ضد برشلونة، وهذه المرة بربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومن دون تيبو كورتوا. الله يستر. حلوة، ماكو أوف سايد. يلا في ديفال فيردي، ممكن هدف الأول مباشرة. تعال 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 الأردا جولار. للفيني، فيني، يا سلام يا سلام، فينيسيوس جونيور مباشرة سجلنا الهدف الأول. حلوة، ماكو أوف سايد. فيدي فالفيردي، 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 يا عمري يا عمري، يا سلام. اي 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 2-0. توني كروس، يا الله، هذه قنبلة لا تصد ولا ترد، قنبلة يستاهل الإعادة. شوف شوف شوف، بوم على تير شتيجن، ما تجيبها ورغم الطيران هذا يا شتيجن. هذه خطرة، هذه خطرة. رافينيا، ما رد يجي جول، ما رد يجي جول. لا يا شباب لا، حلوة 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 الدفاع، يا سلام. لا يجي هدف، ما رد لاعب يصاب عندنا. لا 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 لا، وحش يا كيبا وحش. يلا فيني، فينيسيوس، والله جلدنا برشلونة، والله قوي فريقنا. وأنا متعود ألعب بالأندية الضعيفة يعني، فلما لعبت بريال مدريد وخاصة تطوروا صرت مو طبيعي والله. ممكن الخامس، ممكن الخامس يا فيدي. يلا يلا جود، بيلينغهام، لا يا بيلينغهام لا. يلا على القائم البعيد بيلي، يا سلام يا سلام يا سلام. فينيسيوس يلعب، الله، هذه المرة فيدي فالفيردي. خلاص انتهت المباراة، فزنا 6-0 على برشلونة. مثل ما تشوفون يوم 13/4 عندنا مباراة مايوركا، وهذا اليوم راح يرجع به تيبو كورتوا، والدوري حاليا احنا بالصدارة فارق 5 نقاط. فوين تيبو؟ تعال ارجع اساسي يا تيبو، بهذا المكان ممتاز. فزنا 1-0 على مايوركا، وصلنا 16/4 مباراة برشلونة. يوم 17/4 راح يرجع عندنا رودريجو من الإصابة بعد هذه المباراة. فزنا 2-1 بالإياب، 8-1 مجموع المباراة، لكن تعرض عندنا لاعب للإصابة، تأهلنا نصف نهائي دوري الأبطال. لفنا العجلة، الله يستر. يا رب يا رب يا رب ما يكون لاعب موجود. تشواميني راح يغيب عن الملاعب، الله يستر، شهر كامل راح يغيب عن الملاعب. مثل ما تشوفون رودريجو يوم 17 رجع لنا من الإصابة، تشواميني انصاب يوم 16 يا شباب، راح يرجع يوم 16 من شهر 5، يعني ممكن يلحق على نهائي دوري الأبطال إذا وصلنا للنهائي. يوم 21/4 عندنا مباراة كلاسيكو ضد برشلونة، والفرق حاليا يا شباب 5 نقاط. خلينا نشوف هذه المباراة، إن شاء الله نفوزها. يعني عندنا تشكيلة جاهزة، بس أتمنى ما ينصاب أي لاعب من هذه المباراة. بسم الله، لا تعادل 2-2 ضد برشلونة بالدوري هذه المباراة. طبعا راح ينصاب عندنا لاعبين، تكون إصابة اوه حارس المرمى، يا الله كيبا راح يصاب يا شباب، شهرين كاملة راح يغيب عن الملاعب، اتوقع تقريبا انتهى موسمه. فخلينا نشوف اللاعب الثاني منه راح يكون بعد كارفاخال، راح يغيب عن الملاعب تر 3 شهور. لا 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 لا، انتهى موسم دانييل كارفاخال يا شباب. مثل ما تشوفون فوق، احنا اليوم 26 من شهر 4، فخلاص بشهر 6 راح يرجع كيبا، وبشهر 7 راح يرجع كارفاخال، انتهى موسمهم رسميا. اكيد فاسكيز هو راح يعوض داني كارفاخا. تعال نشوف نصف نهائي دوري الابطال ضد مانشستر سيتي، يا رب ما نتعرض لاصابات يا رب. فزنا 1-0 على ريال سوسيداد، وصلنا الشهر 5، ومثل ما تشوفون 4 لاعبين راح يرجعون عندنا بهذا الشهر. اولهم راح يكون ابراهيم دياز يوم 4 بعد مباراه مانشستر سيتي الذهاب، فراح يلعب الاياب ان شاء الله. دخلنا المباراه مانشستر سيتي يا شباب، الله يستر من الاصابات ان شاء الله، واهم شيء مباراه الذهاب نفوزها باذن الله. كامافينجا، كاما كاما كاما، يا الله كان ممكن يباغت الحارس والله. والله ودي اعرض يا شباب، ودي واحد يضرب بالراس يعني مثلا. هي هي هي، لا لا، الله، وحش وحش وحش. تخيلوا نقذنا من خسارة ونقذنا من إصابة احد اللاعبين يعني.
امسك. لا افا يا شباب افا، ستونز يسجل علينا، والله خطأ بالدفاع. تعالوا نشوف من اللاعب اللي راح ينصاب عندنا هسه. والله هسه انت جاي من الاصابه يا الابا. خلينا نشوف مده الاصابه. يا رب يا رب يا رب يا رب، الله شهرين خلاص انتهى موسم دافيد الابا. المشكله هسه سويت تغيير ونزلته. يلا تعال اطلع، انزل ناتشو. خلاص انتهت المباراه، خسرنا مباراه الذهاب ضد السيتي يوم 4-5 يا شباب. وعوده ابراهيم دياز بعد اصابه 7 شهور. تعال ابراهيم دياز، اوكي خلك هنا، ممكن راح نستفاد منك الصراحه. فزنا 4-1 على قادش. كامافينج، الله تشواميني وكامافينج اثنيناتهم مصابين، صاروا يغيب شهر كامل. خلاص انتهى موسم كامافينج، راح يجينا بشهر 6 معناته انتهى موسمه. افا يا شباب، الجوكر يتعرض لاصابه، توني كروس راح يكون هنا، راح نعاني الصراحه. وصلنا 7-5، عندنا مباراه ضد مانشستر سيتي. اتوقع ابراهيم دياز راح ينزل اساسي بهذه المباراه. دخلنا مباراه السيتي، اما الريمونتادا او خلاص يعني ينتهي موسمنا بالدوري. والله فزنا ببطولات، يعني فزنا بالدوري، فزنا بالكاس وكاس السوبر، ممتاز والله. الدوري بعد ما فزنا، بعد ما انتهى يا شباب، لكن على الاقرب احنا راح نفوز به ان شاء الله. حلوة إبراهيم دياز، بوم، الله عليك يا وحش. رودريجو الهدف الأول، 1-0. رودريجو إلى الفيني، الله الله الله، يلا يا فيني يلا يا فيني يلا يا فيني، الله عليك. هدف ثاني مباشرة، اجلد يا حبيبي اجلد، ارجع هي، الله ضاعت علينا. يا سلام ميندي، يلا بوم، ابراهيم دياز باول مشاركه بعد الاصابه، يا سلام جول. صعوبه نفسها و3-0 جريت السيتي، ان شاء الله ما اتلقى هدف عشان المباراه النهائيه. لا 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 لا، الا طرد يا حكم حكم حكم، الحمد لله الحمد لله. خطره لو توصل الى كروس على القائم البعيد، هي يا عمري، الله عليك يا فالفيردي، يا سلام. خلاص انتهت المباراة، فزنا 4-0 على مانشستر سيتي، سوينا ريمونتادا وتأهلنا للنهائي وبدون إصابات. احنا حاليا فرق نقطتين عن برشلونة وفرق مباراة، باقي 4 جولات على نهاية الدوري. فزنا 4-1 على غرناطة وإصابة جديدة، الله يستر من الإصابات يا شباب. 4 لاعبين انتهى موسمهم عندنا و لا يا رب أسبوع، أوك لا 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 لا، 3 شهور خلاص انتهى موسم رودريجو. خلاص رودريجو تعال اخرج، واكيد عندنا خوسيلو هو اللي راح ينزل اساسي. فريقنا انتهى 5 اصابات صاروا عندنا، كيبا، كارفاخال، الابا، وكامافينجا، وايضا رودريجو، كلهم انتهى موسمهم. وصلنا يوم 15 عندنا مباراه ضد الافيش، وبعد هذا بيوم يا شباب راح يرجع عندنا لاعب وهو تشواميني، مثل ما تشوفون راح يرجع عندنا. بعد راح يرجع فرانك غارسيا يوم 17، يوم 31 بنهايه الموسم راح يرجع عندنا لوكا مودريتش. نسوي سكيب المباراه الافيش، وفزنا 2-0 الحمد لله بدون اصابات، باقي جولتين والفرق 5 نقاط عن برشلونة. مباراة فياريال يوم 20 رسميا رجع عندنا تشواميني، وبعد رجع عندنا فرانك غارسيا. تشواميني تعال، وفرانك غارسيا بعد تعال هنا، اوكي الحلو ان تشواميني رجع يا شباب محور جيد، اوكي الفريق تنفس حاليا. طبعا مجرد فوزنا بهذه المباراة خلاص رسميا راح نتوج باللقب. فزنا 3-2 لكن اصابتين جديدة، يا الله والله الاصابات كثرت، يا رب ما يكون لاعب مهم. فاسكيز، لا تقول لي ما عندنا ظهير يمين غيره، والله كارفاخال منتهي موسمه. خلينا نشوف كم تطول اصابه لوكاس فاسكيز. اعفاء، حلو 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 حلو، خلاص فاسكيز ما راح ينصاب يا شباب. خلينا نشوف اللاعب الثاني، يا رب ما يكون لاعب قوي. ناتشو قلب الدفاع، اعتقد قلوا قلوب الدفاع عندنا. اسبوعين خلاص اعتقد بعد انتهى موسمه، يعني 14 يوم راح يغيب، ما اعتقد راح يرجع بالمباراه النهائيه. مثل ما تشوفون تعرض للاصابه يوم 20، فراح يرجع يوم 4 أو 3، يعني 31 يوم هذا الشهر، فراح يرجع يوم 3 من شهر 6. ايش رايكم نشوف نهائي الابطال ضد منو راح يكون عندنا؟ والنهائي راح يكون ضد انتر ميلان الفايز على بايرن ميونخ بنصف النهائي. الدوري رسميا حسبناه ب 96 نقطة، دخل بمرمانا 17 هدف، معناته أكثر من 17 إصابة بالدوري صارت عندنا. آخر جولة بالدوري عندنا ضد ريال بيتيس قبل مباراة انتر ميلان. شباب الإصابات يعني معناته انحرم من النهائي. بسم الله يا رب يا رب، 3-1، إصابة واحدة بس بالمباراة الأخيرة بالدوري. تعالوا خلينا نشوف منو آخر إصابة، منو تعيس الحظ اللي ما راح يتواجد بالنهائي. لونين الحارس، الحمد لله، حلو حلو حلو، يا رب يرجع. إعفاء،
يعني لو انصاب وعفى بالمباراة ما استفادنا شيء. شوفوا المباراة النهائية 1 من شهر 6، فلوكا مودريتش راح يرجع بالإصابة. عندنا 6 لاعبين انتهى موسمهم: كيبا، فرنانديز، كارفاخال، كامافينجا، ألابا ورودريجو. هذول ما راح يلعبون المباراة النهائية. وعندنا ميندي مطرود اصلا. يا حبيبي تعال يلا انت، يا الله والله الإصابات كثيرة علينا يا شباب. بيلينغهام هو راح يكون مهاجمنا بهذه المباراة. فينيسيوس وصل للطاقة 93، بيلي 91، فالفيردي 90. جولر ما تطور لان ما ركزنا عليه ومصاب كثير يا شباب. قبل ما ننتقل للمباراة الأخيرة ودي نشوف أهداف الأبطال. عندنا فالفيردي عنده 8 أهداف وجونيور عنده 6 أهداف. أفضل صانع ألعاب رودريجو اللي غايب عن المباراة النهائية. هداف الدوري عندنا رودريجو 22 هدف، وأفضل صانع ممكن بعد رودريجو أفضل لاعب بالفريق للأسف يا شباب راح يغيب عن المباراة النهائية. يلا تعالوا ندخل للمباراة الحاسمة. تشكيلتنا هذه ما عندنا أصلا لاعبين بعد، فإلى المباراة. فين يا ولد؟ والله عده روح اصعد 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 واحد يصعد واحد يصعد. هي يا سلام، هو 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 بيلي 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 قام هدف اول مباشره، لكن انطلاقه فينيسيوس مو طبيعيه كانت. لا 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 خطره، لا 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 هدف 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 هدف. راح نلف العجلة أكيد. ممكن لاعب من الموجودين ينصاب يا شباب بسبب هذا الهدف. يا رب مو لاعب من الموجودين. سيبايوس ما راح ينزل بهذه المباراة، معناه ممكن يجي لعفاء يعني مثلا ما ندري. 1 شهر خلاص هاي المباراة ما راح ينزل بيها سيبايوس. لا إصابة جديدة يا شباب، الله يستر. النهائي جاي نعاني بيه والله يا رب. لا 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 لاعبين وسط راحوا من عندنا. أردا جولر إعفاء إعفاء إعفاء. لا 4 شهور خلاص راح علينا. أردا جولر راح يطلع من المباراة. تعال للخطة، أردا جولر اطلع. ومنو عندنا؟ سيبايوس المفروض ما ينزل، فتوني كروس راح ينزل. يلا يا عمري شنو هذا البيلي بيلينغهام جول. يا سلام شوف يا شباب، شوف شوف التمركز، الاستلام، التصويب خارج القدم خرافي. بوم مباشرة بدون تفكير. بيني روح العب له فيدي. ماكو أوفسايد، ماكو أوفسايد يا فيدي. الله هذه المرة فالفيردي، هذه المرة فالفيردي جول. كل اللي علينا نحافظ على النتيجة. يا سلام يا فالفيردي، بوم عالمي. بس خلصها بس خلصها. الله 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 يستر. كورت و... لا افا. بالدقيقة 90 يا شباب راح ينصاف عندنا لاعب وهدف التعادل. ايدر ميليتاو اوف 3 اسابيع خلاص تعرض للاصابة. ايدر ميليتاو 3 اصابات من المباراة النهائية. ميليتاو شوفوا طاقته والله احسن من روديجر. اوه تشواميني هو رجع قلب دفاع يا شباب، حتى توني كروس يكون لاعب محور، حتى ميليتاو يطلع ينزل. ابراهيم دياز وبيلينغهام ينزل بعد يا شباب هنا، حتى مودريتش يطلع ينزل خوسيلو. شوفوا اللي تعرضوا للاصابة عندنا سيبايوس، ميليتاو وايضا اردا جولر. خلاص انتهت المباراة راح اروح اشواط اضافية. والله مباراة صعبة. لا كورت لا يا شباب، لا يا شباب إصابة جديدة والله. استر منه راح يصاب هذه المرة. الجود بيلينغهام أمنا الوحيد يا شباب يجي لعفاء. أرجوك أرجوك 7 شهور ينصاب الجود بيلينغهام، خلاص لازم يطلع. والله ما عندنا احد. شنو هذا يا شباب؟ طيب هذا مهاجم، هذا يلعب ار دبليو اتوقع. ايوه هذا هنا اوكي. الفارو نزل بهذا المكان، هو اس تي لعبنا ار دبليو. يلا فيني الله ياخذك، الله ياخذك على هذه المهاره. اضرب بقوه يا خوسيلو. هي يلا لوكاس كروس ارجع. يا سلام ابراهيم دياز يا رجل. يا الله خلاص الدقيقه 119 يا شباب. واحد يجي واحد يجي واحد يجي واحد يجي. العب على المضمون، العب على المضمون. يلا توني كروس اخر فرصه، اخر فرصه. العب هنا يا سلام. صعدوا شباب. الفارو الفارو واحد واحد يجي يا عمري. توني كروس هي. لا لا الحكم لا صفر، ارجوك يا حكم لا صفر. فينيسيوس 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 فينيسيوس. يا سلام يا سلام يا سلام. هي خوسيلو خسرت بالنهائي. والله حاولت. اصابات كثيره نهايه المباراه. السلام عليكم.